صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة وجريدة تحوس براس الإلكترونية في هذا العدد الجديد من برنامج صدى الشارع. طبعا هذا العدد خصصناه بمناسبة المولد النبوي الشريف والتحضيرات العائلية لهذه الذكرى المجيدة. مشاهدينا خليكم معنا للتفاصيل. كنا بكرينا احتفلوا بالأعياد الدينية، كنا دار وحدة جيران، كنا دار وحدة، كنا نديروا الطعام، نديروا الشخشوخة، نحنيوا، نزوروا بعضانا، نصهروا، تلاوة القرآن، نصليوا على النبي عليه الصلاة والسلام، إقامة الليل، وكنا دار وحدة كما يقولوها، كانت عائلة وحدة، كنا بالعادات والتقاليد الجزائرية، نزوروا المقبرة حتى نموت ما ننساوهمش، هذاك النهار نحصوا لهم وندعيوا لهم، ونروحوا نقراوا القرآن، نعلموا أولادنا الصغار تلاوة القرآن، نحنيوا، نحتفلوا، نغنيوا أغاني دينية، زاد النبي أغنية مشهورة يعرفها الجيل القديم والجيل الجديد. وكنا الطبق المشهور هو الكسكس، طبق مشهور حتى الآن هو طبق الكسكس، الطبق الأصلي الجزائري، والحمد لله ما زالت عائلة جزائرية، هاي تقيم هذه مثل الحفلات هذه الدينية، ما قطعتش العادات والتقاليد، الحمد لله يا ربي. وإن شاء الله كل عام وإحنا بخير نعيدوا ونزيدوا، والعادات الجزائرية ما تروحش إن شاء الله يا ربي، جيل يخلف جيل، والعادات الجزائرية تحيا وتكبر إن شاء الله، وما نقطعوش إن شاء الله يا ربي، وتبقى إن شاء الله رحيمة مع بعض، والعاطفة إن شاء الله، والجيران دار وحدة إن شاء الله، وتحيا الجزائر، وربي إن شاء الله كل عام وإحنا بخير. نديروا لا 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 المطاوي بججارة ونديروا الطمينة ونصهروا حتى نقعدوا حتى ل 12 ولا نصهروا ونجيبوا الفجيران والفاميليا الكلية هكا باتوا ساهلين. طيب بابا، كاين أناشيد دينية في هذه السهرة ولا ما كانش؟ ما احنا ما كنا بكري نديروها، بس هذا ما نديروهاش الأناشيد الدينية، نديروا الحنة، حني والولاد الصغار يطهروا، اللي عنده تقولوا انت الطهارة يطهروا. كما عودناكم كل عام مناسبة المولد النبوي الشريف، كل عام مفاجأة، اللي يمشي عندنا احنا بزاف الشموع، حنة، عنبر، دي غارنيتير، اما المحروقات والمفرقعات ما نخدموهاش دارنا بالانسان. يقبلون الناس على شراء مستلزمات الشخوخ، حلويات، كما يعني في المولد النبوي الشريف هذا عندنا تقاليد ملمات العائلة في بعضنا، عندنا الأولاد صغار كتعرف كي العادة، الأولاد صغار لعبوا المحارق منا وتعرف. كل سنة نحتفلوا بالاحتفالات من فرقعات شماريخ، نديروا عشاء كما نقولوا، عندنا كاينين ولاد صغار يحبوا شغل اللي طاهروا، تسمى نهار مبارك. مولد النبي الشريف عندنا مهنة بنمارسو فيها مدة 20 سنة، أنا عندي مدة 20 سنة نحتفلوا بها، نبيعوا المفرقعات، الشماريخ، الشموع،
هذه كامله احياء للمولد النبوي الشريف عليه الصلاه والسلام. بمناسبه المولد النبوي الشريف نتمنى نفوتوها المولد النبوي الشريف نحتفلوا بهدوء نقصروا مع بعضنا نحتفلوا نورمال ما نديروش في بعضنا ان شاء الله يعدي على الف خير وعافيه ونتمنى ان شاء الله يكون يعدي بخير على جميع الامه الاسلاميه كامله. تابعين نحتفلوا بمواسم المولد النبوي الشريف نتفاداو الالعاب الناريه باسكو اطفال صغار ومنها نلعبوا نحتفلوا خواه عشان من بدا بنا يعدي مولد النبوي الشريف على فضل السنه على الشريعه. مشاهدينا الكرام كانت هذه الأجواء التحضيرية التي يعيشها المواطن الجزائري بمناسبة هذه الذكرى ذكرى مولد الرسول عليه الصلاة والسلام. مشاهدينا شكرا على كرم وطيب الإصغاء والمتابعة، لنا موعد جديد في أمان الله.